جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد ببشر كل صوام اثنين وخميس بجنة فيها ما لا عين رأت لا عين الفقير اللي راح يصيف في جمصة ولا عين الغني اللي طلع على الساحل الشمالي ولا عين المليونير الملياردير اللي طلع على شواطئ أمريكا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أجمل واحدة شفتها في حياتك مين أجمل عربية شفتها في حياتك أجمل منظر طبيعي شفته في حياتك أجمل منتجع سياحي سمعت عنه وأجمل صوت جميل سمعته في حياتك ولا خطر على قلب بشر ولا قلب اي حد في البني ادمين خطر عليه انواع النعيم اللي في الجنه انا ببشر كل قوام الليل بهذه الجنه انا ببشر كل متصدق كافل لليتامى وساعى على الحوائج الارامل والمساكين انا ببشركم يا جماعه الجنه فيها ايه الحور العين الحور بدات الستات تزعل طب وبعدين هنصالحهم دلوقتي ده عايزين من الوقت مش ما تزعلوناش وبعد كده صلحونا يا بنتي ده انت جمالك 70,000 مره عند الحور العين ده انا بوصف فيك الوقت انا الوقت اتكلم عنك انت نفسك هيبقى شعرك خمارها على راسها خير من الدنيا وما فيها يعني ايه نصفها على راسها يعني وانت لابسه الخمار اجمل من ملكات جمال العالم والتاريخ امال لو قلعتيه بقى امال قصات الشعر ومشاط الذهب والوصفات بتوعك هيبقى شكلهم ايه؟ سعيد بن زيد رضي الله عنهم العشر المبشرين في الجنة في معركة القادسية بعد كذا يوم تعب وجهاد نام فرأى كأن يوم القيامة ونودي رضي الله عن سعيد بن زيد وقام جاي له ثلاث خيول ملائكة وقاموا عليهم ملائكة وقالوا له هلم بنا إلى ملكك في الجنة دخلوا بيه الجنة فلما دخلوا بيه فيقول فرأيت نساء كأن وجوههن القمر المنير فقلت أهؤلاء الحور العين؟ قالوا لا هؤلاء وصفات الحور العين ده دول وصفات بيقول فمررنا على نساء وجوهن اشد جمالا منهن دول الحور العين لا لا دول وصفات الحور العين كل ما يلاقي حاجه دول الحور لا دول وصفاته بيقول حتى وصلت الى ثلاثه اثنان وجوهن كالبدر وامراه وجوهها كالشمس المشرقه فقلت من انت قالت انا زوجتك في الجنه فبدت يدي مد ايده يسلم عليها يمسك ايديها قالت له لا لا يا سعيد حتى يأذن الله حتى يقضى أجلك استشهد في معركة القادسية تخيل معايا الجنة الحورية بتاعت الجنة دي شكلها ايه جمالها ايه جمالها لون الجمال بتاعها ايه ملكات جمال العالم جنبها يجوا ايه انت تضيع ده عشان ايه انت بتبيع ايه بايه وانت بتبيع ايه بايه انت بتتكلم في انا عايز اتكلم دلوقتي في نعيم النساء في الجنه نعيم النساء في الجنه يا جماعه ده اخطر حاجه لازم نتكلم عنها ليه ليه لان هي لو زعلت في الجنه هتنكد علينا احنا مش ناقصين احنا نعيم النساء في الجنه يا اخوات نعيم المراه ساعات تسمع بعض الدعاء يتكلم عن نعيم النساء في الجنه استغرب والله ربنا يبارك في الجميع بس يقول حور مقصورات في الخيام انت يا اختي جوهره ربنا يحبسك في الارض هيحبسك في الارض وانا كنت قاعد اشتغل واصوم واقوم طول الدنيا عشان يحبسني يا اخوانا ده دول حور الاخره مش حور الدنيا مش نساء الدنيا ده دول حور الاخره اللي لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان مش اتجوزت وخلفت في الدنيا ده حبابي انما انت هيبقى جمالك 70,000 مره قدها انت ملكه هي متاع زي القصور والانهار انت ملكه بحق وحقيقي وصفاتك زيها انت ملك عندك املاك وقصور وفلل وقصر في جنه الصيام وفيلا في الفردوس الاعلى ملكه بحق وحقيقي يا ترى طقم مجوهراتك وعلبه مجوهراتك في الجنه فيها ايه؟ اذا كان صب شجر الجنه ذهب اذا كان الراجل جوزك لابس اساور وتاج من ذهب ولؤلؤ وياقوت امال انت مجوهراتك شكلها ايه؟ يا ترى دولابك فيه موديلات شكلها ايه؟ يا ترى العطور والبصمات اللي على التسريحه بتاعتك في اوضه نومك شكلها ايه؟ يا ترى تسريحات شعرك اللي وصفاتك هيعملوها لك هيبقى شكلها ايه؟ يا ترى هيبقى جمالك درجته ايه؟ يا ترى تخيلي معايا كده تخيلي املاكك في الجنه هيبقى شكلها ايه؟ انا عايزك تتخيلي نعيمك الحقيقي في الجنه، انت هيبقى مقامك ايه؟ طب احنا مش عايزين حور عين، احنا عايزين جنه من غير حور عين، اختي بتقول لجوزها يا رب ما تدوش حور عين يا رب، سبحان الله،
يا رجاله ما ينفعش الكلام ده، احنا عايزين نربي. انا عايزك تتخيل نعيمك شكله ايه. الجنه اللي ربنا انت مالكه، دي وصيفه، انت مالكه بحق وحقيقه، انت ملكك شكله ايه. عايزه جوزك ما يعرفش من حور العين، بسيطه جدا. ايه انت مش هيبقى ليك قصور في كل حته وممكن قصر في الفردوس الاعلى، جوزك ما عندوش زيه. قولي له لو بصيت لحور العين ما عدتش هوديك القصر بتاع الفردوس الاعلى، بس خلاص هيسمع كلامك كويس تجيب وما عادش هيقدر يزعلك بعد كده. نسمات تلعب بشعري، أنهاري تجري من تحتي، وتكلم من شوقي صمتي، أوصاني حولي